أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما زلنا مع كتاب أخلاق العلماء للإمام الأجري رضي الله تعالى عنه أرضاه، المتوفى سنة 360 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قد توقفنا في المرة الماضية عند قوله: فصل ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من سائر الخلق. كيف يجري؟ يجري هنا بمعنى كيف يكون، يعني معنى الكلام إيه؟ بقول خلاص إحنا دلوقتي عرفنا صفات العالم في مع الناس، مع المناظرين، مع العلماء، مع الجهلاء، مع الأغبياء، مع كذا مع كذا، كيف تكون أخلاقه؟ خلاص. وهنا بقول بقى بعد ذلك انتقل إلى من ذكرناه، معاشرته تبقى عاملة إزاي، يعني عشرته بقى مع أهله، مع أولاده، مع كذا، أخلاقه عموما في السوق هنا هنا هنا. وبالإسناد المتصل إلى محمد بن الحسين رضي الله تعالى عنه وعن السامعين قال: من كانت صفاته في علمه مما تقدم ذكرنا له من أخلاقه والله أعلم أن يأمن شره من خالطه، ويأمل خيره من صاحبه. ما هو أصله وارث من وراث سيدنا رسول الله، لازم تأمن شره وتأخذ من خيره. لا يؤاخذ بالعثرات ولا يشيع الذنوب عن غيره. لا يؤاخذ بالعثرات، يعني ما بيتلككلكش على حاجة، مش عملت مشكلة يقوم يزلك عليها، لا. ولا يشيع الذنوب عن غيره، يعني ما تقعد مع العالم تيجي تقول له كذا كذا يقول لك ده أنا كمان سمعت إنه هو كان متجوز واحدة، والواحدة دي كم. العالم لا يفعل هذا، العالم يصمت ويسكت، يقول لك يا ولدي إلزم إلزم الذكر أو كذا، أو قل خيرا أو انصرف. ولا يقطع بالبلاغات، يعني لا يقطع بالبلاغات، يعني ما يروحش يقول له إيه فلان قال كذا إيه رأيك، ما قلش غلط، لا، يتبين الأول. لا يقطع بالبلاغات يعني لا يتجرأ على إبداء الحكم بمجرد أنه تبلغ بيه خلاص، يعني زي ما بيقولوا كده يسمع من الطرفين. ولا يفشي سر من عاداه. وهنا في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، والعياذ بالله. ولا يفشي سر من عاداه. انت أمنت على سر، اعرف ان عمر العالم ما يطلعه ابدا، وان طلعه ليس هذا من علماء الآخرة. ولا ينتصر منه بغير حق، ويعفو ويصفح عنه، شيم الصالحين الصفح. ذليل للحق، يعني يتذلل للحق. عزيز عن الباطل، عزيز عن الباطل. كاظم للغيظ عمن آذاه، مفهومة يعني، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. شديد البغض لمن عصى مولاه، والمعنى هنا الله سبحانه وتعالى. شديد البغض لمن عصى مولاه، يجيب السفيه بالصمت عنه، تكلمش، يسمع ويسكت. والعالم، يجيب العالم بالقبول منه. لا مداهن ولا مشاحن. المداهن اللي هو ان المداهنة في مرة ماضية انه بيبذل الدين عشان الدنيا، ما فيش مشكلة انه بيع دينه عشان خاطر شوية فكة. فعالم، العالم الرباني لا يفعل هذا، ليس بمداهن ولا مشاحن. ولا مراء ولا مختال ولا حسود ولا حقود ولا سفيه ولا جاف. يمشي تلاقي فش هنا 111 و1111 من التكشيرة. يخرج من بيته كالباحث عن قاتل أبيه، والعياذ بالله، مع ان سيدنا رسول الله كان نور. بقول لك أصل هو متدين، يا أخي يا ريتك ما كنت متدين.
بقى الجماعة بتوع الباطل بيقول لك عايزين نفرح دول ونرقص دول ودول، واحنا بتوع الدين ننكد على دول ونقرف دول ودول، ما يصحش. تلاقي كده وجهه عبوسا قمطريرة والعياذ بالله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ويبتسم هو نور صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فظ ولا غليظ ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب، ولا يشتم ولا يسب ولا يعمل ولا يطعن في حد. يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه. وإن الإخوان هنا معناها الإخوان الصوفية أو الإخوان اللي هم مع الطريقة أو الإخوان اللي هم في العلم، وليست الجماعة اللي انتوا عارفينها. من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما يكره مولاه، ويخالق بالجميل من لا يأمن سره إبقاء على دينه، يعني على دين نفسه، على دينه يعني على دين نفسه. سليم القلب للعباد من الغل والحسد، ما يبصش بعين الحد. يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، دايما يقول ما حدش عارف، لعل الخير، لعل اتأخر عشان كذا، يعني دايما إيه، دايما بيتمنى الأحسن، دايما بيتفائل بالأحسن، دايما يحط المحمل الحلو والمحمل الخير مش المحمل الشر. يا سلام. يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد، وده اللي بيسموه إيه، يغبطه. الحسد إنك تتمنى زوال النعم عن أخوك وتجيلك. طيب أنا تمنيت له الخير وهو في خير، تمنيت إن ربنا يزيده منه ويديره عليه كمان ويفضل عنده ويجيني زيه، ما اسموش حسد. أمال اسمه إيه ده؟ اسمه غبطة. يغبطه فيه الأولون والآخرون. الغبطة ديك محمود ما فيهاش مشكلة، لأن أنا ما تمنيتش زوال النعمة عن أخوي. يداري جهل من عامله برفقه، إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين الله عز وجل. يقول طب ما ده ما تعلمش، احنا تعلمنا مع ذلك بنخطئ مع الله في الخلوات، يا رب استرنا. لا يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلة، الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد. لا يتوقع له بائقة اللي هي ايه، الشر، يعني لا نتوقع من العالم الشر، والغائلة الشر والفساد مع بعض، والناس في راحة منه. لأن يعني أنت لما يكون جنبك عالم، هل تظن أن العالم ده ممكن بالليل يخرج من الحيطة يبص على أهلك وهم نايمين؟ مستحيل. هل ممكن تظن أن أنت لو عندك فلوس ممكن ينط يسرقها؟ مستحيل، ده أنت بتنام على حسه. ليه؟ جنبنا واحد من أهل العلم، واحد من أهل الله، من خاصة أهل الله. فالناس آمنة وهي بجواره، ربنا يرزقنا صحبة الصالحين. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى فصل في ذكر أخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين الله عز وجل. وطبعا الموضوع ده يبقى صعب شوية لأن ده موضوع كله مراقبة. وبالإسناد المتصل إلى الإمام محمد بن الحسين رضي الله تعالى عنه، جميع ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي للعالم أن يستعمل من الأخلاق الشريفة كلها تجري له بتوفيق الله عز وجل. بل الكلام ده كله وهبي وليس كسبي، يعني من الله ومش بدماغك ولا بهواك. ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا كان استعماله للأخلاق الشريفة فيما بينه وبين ربه عز وجل أعظم شأنا مما ذكرت. الشيخ يقول مما قد أوصله مولاه الكريم إلى قلبه يمتعه بها شرفا له بما خصه من علمه. يا سلام.
إذ جعله وارث علم الأنبياء وقرة لعين الأولياء، ما هو بقى وريث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وطبيبا لقلوب أهل الجفاء، أهل الجفاء اللي هم ما لهمش في المحبة، يعني حب الله، حب سيدنا رسول الله، حب الأولياء والصالحين. العالم بقى اللي بالطريقة دي يبقى هو يداوي القلوب. فمن صفته أن يكون شاكرا لله وذاكرا، شكر وذكر، دائم الذكر بحلاوة حب المذكور، يعني بيذكر ربنا هو حابب الذكر. لكن في ناس تبقى ماسكة السبحة أو عايز يسبح يحس أنه مضطر، مضطر ما تسكت، إنما في ذكر، يعني هو يريد أن يذكر الله، الله عز وجل تجلى عليه فيبتدي يجيب اللي عنده ويفضل يبكي في الذكر ويعيط في الذكر وأحشاؤه تتقطع حبا في الله تعالى، أو يقعد صلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحشاؤه تتقطع وهو بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حبا في رسول الله وشوقا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. منعم قلبه بمناجاة ربه، بمناجاة الرحمن، يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئا مذنبا. طبعا لأن مهما ذكرنا إحنا أهل غفلة، ومع الدؤوب على حسن العمل مقصرا. برضه وإحنا زي النبي عليه الصلاة والسلام ولا زي الصحابة، اقرأ كده في حلية الأولياء ولا اقرأ كده في صفة الصفوة أو اقرأ في تراجم الصالحين زي سير أعلام النبلاء للذهب، واعرف كيف كان الرجال، كيف كانوا يقيمون الليل، كيف كانوا يقرؤون القرآن ويختمونه، كيف 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 كيف، تعرف مقامك إذا قرأت عن سير الرجال. واعمل دي مقياس، والكلام لي قبلك يا من تسمعني، الكلام لي قبلك، إذا أردت أن تعرف مقامك بين الرجال فاقرأ سيرهم، اعرف نفسك، تعرف قدرك بين هؤلاء الرجال، عشان ما تقول أنا راجل وهم رجالة، لا، تعرف أن أنت نوعك ذكر، أنت ذكر وهم رجال بمعنى الكلمة، رضي الله عنهم وأرضاهم، يختمون القرآن ختمات متكررة متعددة، تعلم أنهم محفوفون بتوفيق الله تعالى لهم، رضي الله عنهم أجمعين. لجأ إلى الله عز وجل فقوي ظهره، من باب المجاز ده، ظهره يقوى يعني بقى عنده دأب على العمل، ووثق بالله فلم يخف غيره، فيش خوف إلا من الله، مستغن بالله عن كل شيء ومفتقر إلى الله في كل شيء. الكلام ده عايز تدريب، مش كلام إنشاء نكرره ونقول، الكلام ده عايز تدريب، عايز بيئة تعيش فيها، وما فيش بيئة تعيش فيها مع هذا الكلام بإنك تعيشه فعلا والله إلا مع سيدتنا الصوفية رضي الله عنه، هم اللي يعلموك الأدب مع الله تعالى، وأنك تكون مستغني بالله لا تخاف إلا من الله رضي الله عنهم. أنسه بالله وحده ووحشته ممن يشغله عن ربه، إن ازداد علما خاف توكيد الحجة. طبعا ما انت كل ما بتقرا بتزداد علم، وكل ما تزداد علم تزداد الحجه عليك. مشفق على ما مضى من صالح عمله الا يقبل منه، ما احنا مش عارفين، قد يقبل وقد لا يقبل، الله اعلم، لكننا نطمع في رحمه الله وكرمه. همه في تلاوه كلام الله الفهم عن الله وفي سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفقه لئلا يضيع ما أمر به، متأدب بالقرآن والسنة، لا ينافس أهل الدنيا في عزها ولا يجزع من ذلها، يمشي على الأرض هونا بالسكينة والوقار، ومشتغل قلبه بالفهم والاعتبار، دائم الذكر دائم الفكر، قلبه مشغول بالله. الكلام ده تلاقوه فين؟ والله ما تلاقوه في التصوف، عملي مش هتلاقوه ولا في التصوف. إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة، وإن أطاع الله عز وجل بغير حضور فهم فخسران عنده مبين.
يعني إن أم يصلي وملاش قلبه حاضر مصيبة. يذكر الله مع الذاكرين، مش بيقول لهم بدعة، يذكر الله مع الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين. عالم بداء نفسه، عارف اللي ليها واللي عليها، ومتهم لها في كل حال. اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الهموم، فاستحيا من الحي القيوم. المعنى هنا الواحد لما بيزود في العلم، العلم يعني له غلبة فبيغلب على الذكر. فلذلك المفروض ان مشايخنا علمونا ان كل لما نزداد، يعني كل لما الواحد يقرا في العلم ويحضر مجالس العلم، يقولون روحوا رققوا قلوبكم بمجالس الذكر ومجالس الصلاه على سيدنا رسول الله. فاستحيا من الحي القيوم، وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل، يعني عن غير الله. فان قال قائل فهل لذا النعت الذي نعت به العلماء ووصفتهم به أصل في القرآن والسنة أو أثر عمن تقدم؟ قيل له نعم، وسنذكر منه ما يدل على ما قلنا إن شاء الله عز وجل. هنا الشيخ يبتدي يسرد في الأدلة اللي هي فيها إيه صفات هؤلاء العلماء من القرآن والسنة. قال الله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه آية سجدة. أفلا ترى رحمك الله تعالى كيف وصف العلماء بالبكاء والخشية والطاعة والتذلل فيما بينه وبينهم؟ شوف، ويخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فيما بينهم وبين الله. ثم قال بالإسناد المتصل إلى الإمام أخبرنا أبو بكر، أنبأنا الفريابي، أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة، أنبأنا أبو أسامة عن مسعر قال سمعت عبد الأعلى التيمي يقول من أوتي من العلم ما لا يبكيه فخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، نسأل الله السلامة. أصل هو العلم الخشية، مش قال الله قال الرسول والدنيا بايظة، العلم الخشية نسأل الله العافية. كل علم لا يعود على صاحبه بخشية الله هذا وبال عليه، يا رب استرنا يا رب. لأن الله عز وجل نعت العلماء وقرأ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وبالإسناد قال أخبرنا، هنا أن يسرد في الأدلة، وبالإسناد المتصل قال أخبرنا أبو بكر حدثني عمر بن أيوب السقطي أنبأنا أبو همام أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا أبو عميس عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من همان لا يشبعان، من هم يعني عنده جوع شديد نهم بيأكل بنهم، من همان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا. صاحب العلم عشان ده بياخد ورث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لو يشبع منه، وصاحب الدنيا لأنه طمع والاثنين ما بيشبعوش، لكن صاحب الدنيا مذموم وصاحب العلم محمود لأنه بياخد حتة من ورث رسول الله. ولا يستويان، شوف سيدنا ابن مسعود بيقول إيه، ولا يستويان. أما صاحب العلم فيزداد رضا الله، وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان والعياذ بالله. قال ثم قرأ عبد الله
إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قرأ في حق صاحب الدنيا بقى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وبه وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، أنبأنا قطن بن نسير، أنبأنا جعفر بن سليمان عن مطر الوراق في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به. خشية الله والعلم بالله يعني المعرفة عن الله. وبالإسناد المتصل قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، أنبأنا محمد بن بكار، أنبأنا عبيدة بن حميد أو عبيدة بن حميد عن الأعمش قال: أنبأنا عبد الله بن أبي مرة قال: قال مسروق: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. بحسب هنا بمعنى يكفي، يعني يكفي من العلم إن صاحب العلم يخشى الله، ده يكفينا، ويكفي صاحب الجهل إنه يعجب بعلمه ولا يخاف من الله. ونسأل الله السلامة لنا ولكم. وبالإسناد المتصل قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو العباس أحمد بن زنجويه أو زنجويه كما ضبطنا من قبل، قال: أنبأنا هشام بن عمار الدمشقي، أنبأنا الوليد بن مسلم، أنبأنا الأوزاعي قال: سمعت يحيى ابن أبي بكر يقول: العالم من خشي الله تعالى، وخشية الله الورع، وخشية الله الورع. وبالإسناد المتصل قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية، أنبأنا عبيد الله بن عمر القواريري، أنبأنا حماد بن زيد قال: سمعت أيوب يقول: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. وبالإسناد المتصل قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: أنبأنا أبو بكر بن زنجويه، أنبأنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده، وإن كان الرجل ليطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له، فجعلها في الآخرة. طبعا الكلام مفهوم ومش محتاج شرح، لأنه هو كله بيدور حوالين خشية الله عز وجل. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو سعيد المفضل عن محمد ابن محمد اليماني في المسجد الحرام قال: أنبأنا محمد بن ميمون الخياط قال: سمعت ابن عيينة يقول: إذا كان نهاري نهار سفيه، وليلي ليل جاهل، فما أصنع بالعلم الذي كتبت. كلام يعني يقز الدهب. أخبرنا وبالإسناد إليه قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو جعفر أحمد، أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، أنبأنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني، أنبأنا أبو بدر، أنبأنا زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه، حق الفقيه اللي هو يعني الفقيه الفاهم، من لم يقنط الناس من رحمة الله. شوف بقى الكلام دلوقتي، بقى في جماعات دلوقتي بتخرج الناس من رحمة الله. شوف هنا الفقيه: من لم يقنط الناس من رحمة الله. طب وبعض الناس يخرجوك من دين الله وانت مش واخد بالك، لا وانت واخد بالك وبتعمدوا ذلك، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم مكر الله، ولم يطرق القرآن إلى غيره. في بعض الناس تسيب القرآن وتمسك في الأوراد والكتب الصلوات وسابين القرآن، هذا لا يجوز.
امسك أورادك وصلواتك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن القرآن لا يترك. ولم يترك القرآن إلى غيره. اجمع بين الحسنيين، ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه، لأن الفقه والفهم عن الله، ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم. ما تنفعش تدرس فقه وانت ولا بتذاكر ولا بتفهم. ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر، رضي الله عن سيدنا الإمام علي. وبالإسناد أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي، أنبأنا هارون الحمال، أنبأنا سيار، أنبأنا جعفر بن سليمان، أنبأنا مطر الوراق. قال سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك، فقال ثكلتك أمك مطر. ثكلتك أمك دي يعني إيه؟ زي يا دي اختشي حاجة زي كده يعني. وهل رأيت فقيها قط؟ تشفت أصلا فقهاء؟ وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه، ممن أسفل منه، ولا يهمز من فوقه، ولا يأخذ عن علم علمه الله حطاما. كنش فلوس. ومعنى الكلام ده إيه؟ إن هذا العالم مفوض أمر الله، أنه لن يكون في ملك الله إلا ما أراد الله، فمن شاء الله أن يرفعه رفعه ولا دخل لنا فيه، ومن شاء الله عز وجل أن يسفله سفله ولا دخل لنا فيه. كل واحد يرضى بما كتبه الله له. وبالإسناد المتصل قال أخبرنا أبو بكر، أنبأنا عمر بن أيوب السقطي، قال أنبأنا الحسن بن عرفة، أنبأنا المبارك بن سعيد عن أخي سفيان الثوري عن عمران المنقري. قال قلت للحسن يوما في شيء قاله يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء، فقال ويحك، أو رأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير في أمر دينه، البصير في أمر دينه المداوم على عبادة الله عز وجل. والحسن هنا مع الحسن البصري. وبالإسناد قال أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا أبو الحكم عن موسى بن أبي درم كذا. وقال غيره ابن أبي حزم عن وهب بن منبه قال بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية بني سهل يجلس بنا إليهم، فانطلقنا حتى وقفنا، فقال ابن عباس أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب في حاله. قال وهب، فقلت، قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك تخرس، ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ يا أيوب أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بك؟ عي يعني مرض، العي المرض، ولا بكم، وأنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء، الألباء اللي هم اللبيب اللي بيفهموا يعني الألباء، العاملون بالله، العاملون بالله وآياته، عاملون بآيات الله مفهوم، عاملون بالله يعني وقفون عند حدود الله، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله وهيبة له. الله عز وجل تجلى عليهم بالخشية فأسكت منهم كل ناطق، وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية. لما يفوقوا من هذا، وده اللي بيسموه أهل الله سكر الحضرة، لما يفوق من سكر الحضرة أول ما يفوق يعود إلى الله سبحانه وتعالى.
لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم لأنزاه أبرار رضي الله عنهم ومع المضيعين المفرطين هذا حالهم وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون ذائبون يعني اكمن همهم لا في الأكل ولا في الشرب ولا في العيال تجي كده إيه ناحل ولا بيأكل مهموم بالآخرة مش مهموم بالآخرة مهموم بالله سبحانه وتعالى يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى قد خلطوا وقد خالط القوم أمر عظيم كلام في منتهى الروعة في صفة أهل الله وبالإسناد قال محمد بن الحسين هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء فإن قال قائل ولما داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله قيل له علموا أن الله عز وجل يسائلهم عن علمهم ما عملوا فيه في حسابهم القيامة فجعلوا مساءلة الله نصب أعينهم هنسأل عما نفعل فألزموا أنفسهم شدة الحذر وأخذوا بالثقة في كل أمرهم ثم يقول الشيخ إن قال قائل فإن العلماء ليسألون عن علمهم ما عملوا فيه قيل نعم بيستفهم يسألوا نعم يسألوا فإن قال قائل فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رقضته آم وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرت والله موفقنا قيل له نعم إن شاء الله تعالى يعني لما يكون قدامك عالم كده شاف أنه بيضيع خذ له كتاب زي أخلاق العلماء وروح اديله هدية وقول له أنا خذ اشرحه لنا يوم لما يقراه يعرف أنه هو على شفا حفرة من النار نسأل الله لنا ولكم أن يبارك لنا في الإسلام العظيم ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس قدر عظمة الله الكريم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واجعل ما قرأنا وما قلنا حجة لنا لا علينا بأسرار الفاتحة.